بعد أن فهمنا مفهوم النشاط الضوئي، دعونا نقوم بعدة حسابات. إذا أخذنا 3 بالعشرة غرام من الكوليسترول الطبيعي مذوب في 15 من الكلوروفورم، أنبوب طوله 10 سنتيمتر، كان الدوران الملاحظ سالب 63%. احسب الدوران المحدد للكوليسترول. شاهدنا في الفيديو السابق أن الدوران المحدد هو مرتبط مع الدوران الملاحظ، وحسبناه بالنسبة للتركيز وطول الأنبوب أو طول المسار، وقلنا أن التركيز يجب أن يكون بالغرام، أن يكون بالغرام لكل مليلتر، وطول المسار يجب أن يكون في الديسيميتر. حسنا، ديسيميتر. حسنا، هذه طريقة لتوحيد كل شيء بحيث يمكن المقارنة بين جزيئات من حيث الدوران المحدد، لجعل الدوران المحدد ثابت فيزيائي. لنرى ما هي الأرقام التي سنضعها هنا لنحاول حل المسألة. هنا الدوران الملاحظ الكوليسترول هو سالب 63% ودرجة، إذا يمكن وضع سالب 63% هنا، ومن ثم سنقسم على التركيز وهو بالغرام لكل مليلتر. إذا 3 بالعشرة غرام و15 مليلتر، إذا 3 بالعشرة غرام تقسيم 15 مليلتر، وطول المسار هو 10 سنتيمتر. سنتيمتر 10 سنتيمتر تساوي 1 ديسيمتر. إذا سأضع 1 ديسيمتر هنا، ومن الواضح أن هذه حسابات بسيطة، وعند عمل هذه الحسابات سنحصل على سالب 31.5. إذا الكوليسترول سيدور إلى اليسار، وهذا هو الدوران المحدد أو النوعي. إذا لنحدد درجة الحرارة والتي كانت 20 درجة، ولنقل أنه ضوء الصوديوم، إذا خط دي للصوديوم، إذا هذا حساب بسيط. لننظر إلى نوع آخر من الحسابات للنشاط الضوئي، وهذا الحساب سيسمح لنا بإيجاد ما يسمى النقاوة الضوئية من العينة، ويسمى أيضا نسبة الإناشيومرز السائدة في العينة. إذا لنفحص النقاوة الضوئية Optical Purity، وأحيانا تسمى نسبة الإناشيومرز السائدة في العينة Enantiomeric Excess. لنفحص الحساب. إذا النسبة المئوية، نسبة الإناشيومرز السائدة في العينة، تساوي الدوران الملاحظ للمركب، ومن ثم نقسم هذا على الدوران النوعي أو المحدد للإناشيومر النقي، النوعي الإناشيومر النقي في بيور إنانشيومرز، وحتى نحصل على نسبة يجب ضرب هذا ب 100. إذا لنفحص مسألة حيث يجب استخدام مفهوم إنانشيومريك إكسس. لنرى هذه المسألة هنا، كيميائي يصنع كارفون آر لكنه يشك أنه ملوث مع الكارفون إس، وهذا سهل بسبب الاختلاف بالرائحة التي تحدثنا عنها في الفيديو السابق. الدوران النوعي، لدينا خطأ بالكتابة هنا سأصححه. الدوران النوعي للمنتج هو سالب 50. احسب نسبة الإناشيومر للمنتج. حسنا، لإيجاد نسبة الإناشيومر في المنتج نحتاج معرفة الدوران النوعي للإناشيومر النقي، وهدفنا هو الكاربون R، وهو له رائحة النعناع السنبلوني. نريد معرفة الدوران النوعي للآر كاربون. تحدثنا عن هذا في الفيديو السابق. إذا الدوران النوعي لآر كارفون عند درجة 20 هو سالب 61. حسنا، عندما قام الكيميائي بالتجربة حصل على دوران نوعي يساوي سالب 50. إذا هذا منطقي، أنه ليس بالكامل كارفون آر، لذا لنستخدمهم في هذه الصيغة. نسبة الإناشيومر التي لدينا نريد الدوران الملاحظ والذي كان في المختبر وكان سالب 50، ومن ثم الفعلي وهو سالب 61.
من الناشمر النقي لنضع هذه الأرقام. إذا لدينا الدوران الملاحظ، نسبة الإنانشمر السائد في الخليط يساوي -50 الذي حصل عليه الكيميائي في المختبر، مقسوم على الفعلي وهو -61، ونضرب ذلك ب100 للحصول على النسبة المئوية. إذا 82%، هذا يعطينا 82% من نسبة الإنانشمر، ونتحدث هذا عن الإنانشمر R. إذا هذا 82% من الإنانشمر، 82% من الإنانشمر R، أو يمكن القول أن هذه 82% نقاوة ضوئية. الآن ماذا لو أردنا معرفة النسبة الفعلية من R و S كارفون في مخلوط التفاعل النهائي؟ حسنا، سنفكر ما هو الرقم المضاف حتى يكون المجموع 100، وعند طرح واحد من الآخر سيكون لدينا 82%. حسنا، إذا فكرنا لدينا 91% من شيء و9% من شيء آخر، ذلك الفرق بالطبع سيكون يساوي 91 ناقص 9، وهذا يساوي 82%. فقط فكروا في هذا، سيكون علينا عمل مخلوط من 91% R و9% S، وهذا سيعطينا نسبة الإنانشمر التي ستكون 82%. إذا هذا ما قام به الكيميائي. كان لدينا مخلوط من 91% من إنانشمر R و9% S إنانشمر S. إذا المنتج لديه كان ملوث قليلا بالناشمر الآخر. إذا قام الكيميائي بهذا مرة أخرى وغير بعض ظروف التفاعل، وهذه المرة حصل على -61. إذا قام بذلك للدوران النوعي النهائي 61. حسنا، بالطبع الناشمر R للكارفون لديه -61. واضح أن هذا حساب بسيط، سنحصل على 100% نسبة وجود R، وهذا يعني أن نقاوته الضوئية تساوي 100%. ومن الواضح أن هذا يتضمن أن الكيميائي الآن لديه 100% من R و0% من S، وهذا بالضبط ما كان يبحث عنه كارفون R نقي.